ليس هناك تضييق على أسرة الإعلام، فالإعلام والصحافة في الجزائر هي صحافة حرة، لكن نتمنى يعني في كل الحالات مثل ما هو شعار موعدنا اليوم أن تكون هذه الصحافة يعني حرة، ولكن في نفس الوقت يجب أن تحتكم إلى الاحترافية وكذلك إلى المسؤولية. أنا سبق وأن قلت أن الحرية، حرية الفرد، تنتهي عند بداية حرية الآخرين، ومن ثم بالقدر الذي يجب علينا أن يعني نعطيه يعني من حرية إلى التعبير، فيجب أن نتكلم اليوم عن صدق التعبير بدلا من حرية التعبير، لأن التعبير عندما يكون صادقا يؤدي يعني واجبه في تثقيف وتوجيه وترشيد المجتمع، ونحن اليوم في حاجة إلى توجيه المجتمع إلى ما فيه الخير في الوقت الذي نحن على يقين من أن غالبية الشعب الجزائري هم على ثقة في مقومات البلاد، وهم على إرادة راسخة في الارتقاء بالبلاد إلى ما فيه خير الجميع. وبالمناسبة نبارك هذه الفعالية، فعالية اليوم.